قالت عضو مجلس النواب المصري مارغريت عازر أن المرأة المصرية تشعر بالإنجازات التي تحققت في مصر خلال الأربع سنوات الماضية. وفي لقاء مع قناة الغد عقب الإدلاء بصوتها، دعت عازر السيدات المصريات إلى التصويت بكثافة في الانتخابات حفاظا على حقوقهن المكتسبة. عشان الستات بس حاسين ان مصر بتتغير، لانهم اكتر يعني مواطن بيحس بالتغيير داخل المجتمع، ولانه حاسس ان احنا بنبني المستقبل، ولان المرأة بطبيعتها بتهتم باولادها ومستقبلهم وبحياتهم، وشايفة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيبني مصر الحديثة لمستقبل 50 سنة قدام اللي احنا كنا دايما بنتمناه. في اي نقول كل مرة كنا نتكلم نقول لك دول العالم بتبص الاستراتيجيتها لمدة 50 سنة، النهاردة مصر بتعمل ده، والمرأة المصرية هي المؤشر الحقيقي للإحساس بده.